السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم خوتي الحباب. نهار هذا ود السيبرق، هذا ود السيبرق في جنادم مراتك تيري كاش نشخي هذه شام دي شام شو وبوز جفاشان وسيقا غير داك الخير الخير في سيدي ربي واللي مروضي سيقا عما سيدي قاعد عما سيدي قاعد على حقاش ما راك تقدر خي هذه بنادم انت خاكي توف توفد عبي العالمين كنت ما تقدر خاني وبصح اليوم ديجنا بنادم يتاحر يتاحر فهمت زعما سيدي عبي العالمين واللي خصني قلت شنشخيع اتي قلت سيدي عبدي مرات تورد بنادم مني يوقي ويحمي ذا عبي ضبعوا الجفنس حبس حبس على قصة سيدي عبد العالمين يقال شويه ربي شويه لعبدو ولا خذوا السورق خرج نشفقي هذا ولد السورق خرج نديو تنشفقي اي ثمايلو مالي زرين تفقي فين شتو الفقي نتوما شفت بعد بوهريو بعد بوريا فين شتو رفقي فين شتو رفقي فين شتو بنادم وحنا راحنا احنا احنا مسلمين هذاك الفقي خصو يتعذب هذاك الفقي خصو يتعذب ما يدفن كني وثم اياس خمي يمجش يتفوثي يهرش الناس يلقاو طبيب يقاس وحده مزيده غتصب هذه خفنشات الناس يلقاو طبيب الناس يلقاو طبيب شوف رفقيني يتخسا هذي تواجيف هذاك الفقي خصكم تحكموا عليه بالاعدام ان بلوس كتقولوا راه تلقونه كيفاش كيفاش لنا وما يثمينو رفقين تحت مزيدة من منبر ماني تلقيتش الخطبة من كل جمعة لحية في الدين يكسي يتلفو يتصبع يخ في النس يتقل حركة حما ذي القنفة ثم غاه النس ثناهم الناس وضبيب ثم غاه النس قال لكم هذا الفقيه هذا هاد ديوتي هاد ديوتي ديوتي نتاع الفقي خانز الكل لو كان هو فقي قاري ستين حزب في صدرو هذاك الشي ما يهموش هذاك الشي ما يهموش يقول هنا عطيت روحي لله كما كيديروا الكوريات نتاع الانجليز كيقول انا داك الشي ما يهمنيش ربي اللي عطى لي ويلي 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 عيب الله نهر غادي الحماق كيفاش كثر فقي تحت تكشد الدرس ديال نهار الجمعة قبل تكشد الدرس ديك السيدة تريفو تصب غادي يخفنش ما تنجبدها تحت ديك غاتقضي حرام المال يدير لك حلسة ويدير لك العذاب ويدير لك ان شاء الله اللي ما غاديش تنوض منهم الليله الاخيره ان شاء الله يعطيك الاداب في هذه الدنيا والاخرى لو كان انت الفقي لو كان ما يهمكش داك الشيء بقاو معايا مري نشد القاضي مري نشد القاضي مري نشد القاضي والنيري ويتفق فقيني قوم انت قاف مغاهمس بدي تيوا كيدير تبغاه الناس تبغاه الناس قا قيا يزينو ويجي الفساد وخفيف السد حشاكم الخوذ رخو الجيب الخواني نيكوشي الخو الخواني نيكوشي الخو الإسلام وثنديس يطان وثنديس يغير وثنديس حشاكم القوى ودنتع التربة مرشك الترب الرفقي إلي واخذ هرشد إلي هنمغاه النش تقزين تني انت مغاهنش لو كان قلتي لها
سيريها بحال كبريتي. انا داكشي اللي عطى لي الله غادي نقابل الجامع والقران. لو كان انت فقير قاري القران بصح هذيك الكلبه نتاع مرتك لو كان قلتي لها بنيتي راني مريض هذاك الشيء اللي كنقول لي الطبيب باش انا نقابل في نهار الجامع الجمعه قبل ما نعطي الدرس نمشي ندير التليفون نشوف ندير تحت الحركات لا اله الا الله راه حرام تشوف في المرايه في راسك. انا مراه حرام تشوف في راسك هكا في المرايه حرام تشوف في راسك بلا ما حرام ما تشوفش في راسك هكاك حرام تشوف في بلاد عريان هاد العيلين هذا اللي وقت القيامه ينقزوا حرام تشوف ديك خفن ما تكس دار تكون ستخزان حرام نو ستري راسك عاد تشوفي في المرايه وانت قاري القران تحت قلت حركات خزاني خفن ايش غدي فرنسا 45 عام 55 عام كسار دايس كسار جي غاري 18 عام وما يدوش يقرا فرنسا ملي جيت لفرنسا عمر ما سمعت عند الكور هاد الشيء حتى سمعتو عند العلماء نتاع المغرب عماش عماس عماس وزرير عماس وزرير منايا دي فرنسا غايروميين عماس وزرير ارمي زرير غا العلوم المغاربه عمر ما جي جامي في سا جي جامي في سا فوزات دي شيان انت بعدا غنفقي انت تفقي انت ومرتك جوج بيكو كلاب وهادوك الدراري فين لقاو الفتح نتاع الجامع فين لقاو يحاملني يجي تبعن المجرمين ماني وفين الفتح نتوما بين نناوم تبعنت تمغاهنس ديوتي هي تمغاهنس تناوم قالت لكم تبعوه ضربوه قلعوا له السلال قلعوا له التليفون فين لقاو المفتح نتاع الجامع على المفتح نتاع الجامع كتعطى المجرمين يا كالكو شوز كيفا با على نعيت درتي الخير ماشي هو هذاك ما درتيش هو هذاك سمعتي هاد الدنيا ما بقى فيها ما يدير ما بقى فيها ما يدير حسف يمين غيني هو يناوم اللي ما كيفش العربية هنا غادي يقولوا بأن الهاتف ديال الفقير فيه مجموعة من الممارسات الشاذة وما كيتعلق الأمر بعادة السرية اللي كان كيمارسها الفقيه على منبر اللي كان كيخطب في داخل المسجد ومجموعة من المقاطع والصور الفاضحة الشيء الذي عجل باعتقال الفقيه اللي كان يلا كان ضحية ديال هذه العصابة اللي عرضته للضرب ومجموعة من الأمور الخطيرة كيفاش وعلاش والتفاصيل ديال هذه القضية حنا غادي نسمعوا للزوجة ديالو غادي تحكي مجموعة من تمغاهنس كذلك غادي نطرحوا مجموعة من الأسئلة سمعوا النمرة اللي غادي تحيلنا على أمور اللي هي خطيرة سمع كذلك في نفس الحلقة إن شاء الله غادي نتكلموا حول فقيه الفلقة يعني صراحة هذا الأسبوع كان هو أسبوع الفقيه بامتياز هذا الأسبوع اللي شفنا القضية ديال فقيه الفلقة بعد ما تسرب واحد الفيديو ديال الفقيه كيعطي الفلقة مجموعة ديال الدراري اللي كيقراو عنده اللي كيحفظهم القرآن هذا الفيديو اللي غادي يخلي النيابة العامة أنها غادي تتحرك وغادي تعجل باعتقال الفقيه وغادي نشوفوا فيما بعد بأن مجموعة من المغاربة غادي يخرجوا على مواقع التواصل وغادي يقولوا بأن هذا الأمر ديال الفلقة هو أمر من العادات والثقافة المغربية واللي معروفة في المسجد المغربي واللي مجموعة من الأبناء ديال المغاربة ملي كيقراو في المسجد كانوا كيتعرضوا لهذ المسألة ديال الفلقة وهذا فمغا عنده ضعف في الحيوانات المنويه عنده مشكل في التخصيب عنده في الخصوبات في عناق نقص الكميه في الحركات سميتو وانا متبعه ليه مع الطبيب
العاده السريه هذيك الطبيبه اصلا كتعطيها لي كيديرها كنكون انا معاه نديرها باش نشوفوا واش الحيوانات المنويه تحركوا ولا واش تزادوا ولا ما تزادوش فهمتي وزعما ماشي زعما تقول العاده السريه ماشي تيدير شي حاجه تقول زعما محرمه ولا تيزني ولا العاده السريه كيديرها على اساس علاج كيديرها على اساس علاج بلا ما تكون معاه الزوجه ديالو كيديرها عن طبيب كيكون في الدار معايا تيكون الوقت اللي فاش كتكون عنده سميتو خاصو شو هذا السلحيخ مش السلحيخ مش السلحيخ السلحيخ الرقعة يقولوا لي دي العادة السرية في الشيء ما قلت أن للأسف الشديد تكون تقول شارع جنسين وأنا ما جدنبيه هو أنهم يتوجد بسجن سحب رب أنكت حابش ديروا لي قلت كرام واحد تعليق بسيط على هذه القضية قبل ما أننا نكمل لا 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 امبوسيبل امبوسيبل هذا الشيء يربي ربي العالمين هذا الشيء ما يكونش هذا الشيء ما خصوش يكون في الاسلام يا عباد الله يا عباد الله يا عباد الله خصك بوهري هذا الشيء هذاك الفقيه خصو يتعلق كيفاش سمعت يا اسماء الفقيه ثم غاهني الناس ناشنت عص الضعف الجنسي الضبيب برمي ما يخص حشاكم ادي سياتري فو ادي كما صديق غام زي ثم غاهنس الناس صوت بي الناس ما تحت مزيدة ما تكون ستقاد القوعان سيدة تريفو كما ستقدمنا اني الزادي القوعان ياك فهمن انا غادي نرد عليك ما غاديش نقول لك الفقيه انت الاول ماشي فقيه انت حاشا لله واش تكون فقيه انت حاشا لله واش تكون بنادم شك حاشا لله باش تريد الفقيه حاشا لله باش تريد بنادم حاشا لله داك القران اللي قريتي الاول يخرج فيك هذاك دفا شك مريض الفقيه يريثني يميت صديق من سلة هرشب هذا شيني وضبيب اقا من اوحى تقدا مني الزاتي هذا السني دلا نشفي غاقو عندي كش سيدي ربي العالمين من اين نوض حويجة شك تمارس الجنس ذي القواعان اغزا ذي يثمى اني ثي من عن توارس الفتح تبعنت وثين رفقيني كسنازد اتريفو هو مي ما ضبيب رفقي يروح يلقى الشكايه زي العصبه ني لسي كنتي كثي عصبه ني وسين دغا وسين دغا المحكمه انا لا سقى وما تريفون شقي الو هما تغوا تحن دين مارا تمارس المالهي مزيده يكشس نفتح انت هما كاين تهديد شوفوا اخوتي انا نعطيكم الهضره نتاعي انا هذاك نقول لكم من عندي انا ماشي مسلم وماشي فقير وما عندوش سميه وسخط عليه هذا الله تعالى ربي غادي يسخط عليه القران ما خصش نقولوه حتى يكون كيكون عندنا هذا التسبيح هذا منين نبغي ندخلوا لادوش نحطوه حاشا لله الا نديروا القران قدام داكشي حاشا لله حشومه حرام حرام
حرام مطلق. واخا حلتوه نتوما انا نحرمو لكم وانتوما محرومين معاه. فهمتوا؟ تعيوا ما تقولوا راه مريض راه هذا ما مريض ما والو. وحرام مطلق حرام. فهمتوا؟ حرام. انت براسك تكون عريان ما خصكش تحادي القران حتى تلبس وتستر راسك. ربي العالمين كيقول لنا حتى تستروا حتى شعركم حتى الشعر ما يبانش. وحرك عاد الجنس. الله يخليك بالخلع الكلب. والسلام عليكم.